نظارة طبية على الأطفال المعوزين عقب فحص 1500 طفل. وأعلن الفنان يزيد عن مبادرة جديدة للكشف عن الأطفال المصابين بداء السكري. كفلنا ب 500 طفل معوز باش نجهزهم بنظارات بعد فحص اكثر من 1500 طفل. استقطبنا كاع الناس المحتاجين، جاوا لهنايا لبريد الفتح وعملنا الفحص هنا. رحنا للمؤسسه التربويه ولا مؤسسه استشفائيه، درنا حاجه وين حبينا الاولياء يجيبوا اولادهم في اطار عرس كما شفتوا اليوم، حتى يتسلموا النظارات في اطار شو مع عمو يزيد وفرحه واغاني هادفه وكامل. والله عندنا احنا بودنا اننا نعمم هذه المبادره على التراب الوطني، ولكن يوم اول جوان عندنا مبادره كبيره وين رايحين نفحصوا 5000 طفل باش نشوفوا اذا عندهم السكري. اقتصاديا، امر وزير